جولة جديدة من جولات الحرب التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، تتمثل في مخططاتها الشيطانية لتصفية أعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. إقصاء الأونروا كان من أبرز الأهداف التي سعت لها إسرائيل منذ سنوات، وليس بعد عملية طوفان الأقصى كما يزعم جيش الاحتلال، حيث وضعت إسرائيل نصب أعينها ومنذ زمن تصفية أعمال الوكالة التي تأسست بموجب قرار أممي في أعقاب النكبة، والتي ظلت شاهداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين. حكومة نتنياهو التي فشلت في تحقيق أي من أهدافها داخل غزة وجدت في الحرب الدائرة فرصة للتخلص من الوكالة، خاصة بعد المصداقية التي تمتعت بها تقارير الأونروا لدى محكمة العدل الدولية بشأن المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين وعمليات القصف العشوائي والإجبار على النزوح. رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو دعا في عام 2018 إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين تحت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة وإنهاء وجود الأونروا التي وصفها بالعمل لصالح الفلسطينيين، معتبراً وجودها تخليداً لقضية اللاجئين التي تؤرق دولة الاحتلال. تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى مخططات جرى إعدادها مسبقاً تتضمن عدة مراحل لإنهاء عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي تؤكده تصريحات المسؤولين في تل أبيب، ومنهم وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس الذي أكد مراراً ضرورة التخلص من الأونروا بسبب ما تمثله من إدامة لقضية اللاجئين، حيث تقدم الوكالة المساعدة والرعاية لنحو 5 ملايين لاجئ منتشرين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي المحتلة وقطاع غزة. وفي مؤشر جديد على الانحياز الغربي الفاضح لدولة الاحتلال، سارعت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وكندا واليابان لتعليق تمويلها للوكالة إثر المزاعم الإسرائيلية دون انتظار نتائج التحقيقات من جهات محايدة. المساعي الإسرائيلية التي تهدد عمل الأونروا يزيد من خطورتها ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة، حيث تقدم الوكالة خدماتها لنحو 1,700,000 من سكان القطاع، كما تؤوي ملاجئ الوكالة نحو 1,200,000 نازح، فضلاً عن إسهاماتها في توفير وتقديم المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية لسكان القطاع.